أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية من أونلايف، حيث بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل. يناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بنسب تنفيذ المشروعات القومية. كما تستعرض الحكومة تقريرا بشأن توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، بالإضافة إلى استعراض ملامح مشروع التأمين المقترح. أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل التزام مصر الكامل بنظام التجاري متعدد الأطراف باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على النظام التجاري العالمي ومنع الممارسات الحمائية غير العادلة في التجارة الدولية. وقال قبيل في كلمته أمام منظمة التجارة العالمية إن مصر تدرك الدور المحوري الذي تلعبه التجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أن مصر انتهجت سياسات تجارية واضحة بهدف تحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمي. وأوضح قبيل أن مصر تعي الأهمية الكبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرا إلى حرص مصر على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين الدوليين. بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي مع وزير الدولة البرتغالي للعولمة، بحث معه سبل التعاون المشترك في مجال الاستثمار في الكوادر البشرية التكنولوجية والعمل على خلق قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة تكنولوجيا، خاصة العاملين في مجالات التعهيد. وعبر اللقاء الذي ضم وفدا برتغاليا من رجال الأعمال، استعرض القاضي إنجازات قطاع الاتصالات ومساهمته الفاعلة في تنمية الاقتصاد القومي. وأشاد وزير الاتصالات المصري بالمبادرات الرئاسية الداعمة للقطاع، منها مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل لتأهيل الشباب في تخصصات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع فكر ريادة الأعمال. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على إيمان الدولة بالدور الرائد للقطاع الخاص، وذلك في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج مما يدفع معدلات النمو قدما. وخلال القمة السنوية الثالثة لأسواق المال، أشارت نصر للإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى توفير التمويل خاصة في القطاع المالي غير المصرفي. عندنا إيمان ويقين أن القطاع الخاص دور مهم، توفير فرص عمل، زيادة الانتاجية، يساهم بدور كبير في النمو الاقتصادي. فبنشتغل على محورين، وبالفعل هتجي بالمحور التشريعي اللي حضرتك اشرت اليه، ان احنا بنعمل كل الاصلاحات التشريعيه والمؤسسيه اللي هي لتحسين مناخ الاستثمار وبيئه الاعمال. وطبعا جزئيه التمويل والحصول على تمويل، سواء تمويل طويل المدى، تمويل اللي هو يدعم هذه التنميه وطموحاتنا زي ما حضرتك قلت على ان يكون في دور اكبر للقطاع الخاص. فبالفعل تحركنا بتشريعات عديده لتحسين كل منظومه التمويل، بالاخص طبعا اللي بيخص الوزاره القطاع المالي الغير مصرفي. شدد رئيس مجلس اداره البورصه محمد فريد على حرص البورصه لدفع الشركات المقيده بها وزيادة معدلات الإفصاح خلال كلمته أمام القمة السنوية الثالثة لأسواق المال برعاية وزارة الاستثمار. وأشار فريد إلى أهمية تعاون الجهات المعنية بالعمل في البورصة لزيادة قاعدة المتعاملين والمستثمرين. البورصة المصرية أقدر أقول مقارنة بالبورصات العالمية، إحنا من أكثر البورصات اللي بتضغط على الشركات المقيدة علشان تزود معدلات إفصاحاتها. محمد دي مشكورا أشار للنقطة إن إحنا بقينا بنعمل على مستوى
كل اسبوعين تقريبا او كل 3 اسابيع بنجيب الشركات، بنجيب كل الشركات البحثيه، بنجيب اللي هو مديري علاقات المستثمرين عشان يتكلم عن الخطط اللي هي اعلنت للناس، ويخلق تواصل ما بينه وما بين الشركات البحثيه والمستثمر، لان هذا حق للمستثمر وحق على الشركه ان في الاخر تعرف المستثمرين بانشطتها، تعرف المستثمرين بنموذج العمل الخاص بها. وأضاف رئيس البورصة أن المؤتمر يستهدف عرض التعديلات التشريعية التي تم تنفيذها لخدمة سوق المال. هذا المؤتمر استعرضنا فيه التعديلات التشريعية التي تمت التي أدخلت على قانون سوق الأوراق المالية في مصر، بأهم الأمور المرتبطة يعني بالبورصة المصرية من استحداث أدوات مالية جديدة مثل الصكوك التمويل، والتعديلات التي سمحت أيضا باستحداث أسواق العقود الآجلة والبورصات التي يتم التداول فيها على هذا المنحة، وأيضا الاتحاد الخاص باتحاد العاملين أو اتحاد المصري للأوراق المالية الذي تم أيضا وضع الإطار التشريعي له. من جانبه قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، قال إنه تم وضع رؤى استثمارية من خلال التواصل مع المسؤولين بهدف إعادة صياغة قانون سوق المال. الحوار الجديد اللي كان بيفرض نفسه على الأسواق حاليا دلوقتي ده يمكن نشأ عندنا في الجمعية كمحور ثالث، وهو في ضوء المستجدات اللي حصلت والتغييرات اللي حصلت من سنتين، ابتداء من تحرير سعر الصرف اللي احنا بنعتبره عبارة عن تحرير سعر كلي او تحرير للاقتصاد بشكل كلي، علشان خاطر ان احنا نقدر ان احنا يبقى عندنا اقتصاد جاذب للاستثمارات، ونبتدي نحط مجموعة من الرؤى الاستثمارية من خلال التواصل مع المسؤولين، ونقدر ان احنا نشوف احنا توقعاتنا ايه للفترة القادمة. وده خلانا نعمل إعادة وصياغة جديدة لبعض الدراسات، بالإضافة لأن احنا بنشوف ايه التعديلات اللي كانت بتبقى محتاجها القوانين واللوائح التنفيذية اللي منظمة للعمل في مجال الاستثمار، وبنتواصل ما بين الحضور اللي موجودين ممثلين في مجال الاستثمار الموجود والمسؤولين، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعمل تنسيق علشان نعمل الرؤى المستقبلية لنا. وحول ملف طروحات شركات قطاع الأعمال، قال وكيل وزارة قطاع الأعمال العام محمد حسونة إن الظروف أصبحت مواتية لطرح حصص من شركات القطاع بالبورصة المصرية أكثر من أي وقت مضى. وأضاف في جلسة بقمة أسواق المال والتمويل بعنوان دور أسواق المال في حوكمة إدارة المال العام وتعظيم عوائده، قال إنه منذ بضع سنوات لم تكن الظروف مواتية لطرح أي من شركات قطاع الأعمال بالبورصة. حاليا تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية على اللمسات النهائية لإطلاق برنامج الطروحات. إلى مؤشرات البورصة المصرية التي أنهت تعاملاتها على ارتفاع جماعي بنهاية تداولات جلسة اليوم بدعم من مشتريات عربية وأجنبية. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 4%، كما صعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61%، بينما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 6%. للمزيد دائما من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر البورصة المصرية زميل مينا بشرى مراسل أونلايف. مساء الخير مينا. إذا مؤشرات السوق اليوم أغلقت على ارتفاع جماعي، قراءتكم لأداء السوق اليوم؟ مساء الخير. الرأي ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة المصرية منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق، بدعم من الاتجاه الشرائي من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات. جلسة اليوم هي الثالثة على التوالي منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع، رأينا اللون الأخضر مستمر على مدار 3 جلسات متتالية بدعم من الاتجاهات الشرائية خاصة من قبل الأجانب على مدار 3 جلسات المتتالية، واليوم استمرار اللون الأخضر جاء بدعم من استمرار هذا الاتجاه الشرائي من قبل الأجانب والعرب والمؤسسات. يضاف إلى ذلك أيضا
الأداء الجيد للأسهم القيادية. المؤشر الرئيسي مؤشر إي جي إكس 30 ارتفع بنسبة بلغت 40% بختام التعاملات، ليصل المؤشر إلى مستوى 15219 نقطة عند الإغلاق. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني ارتفع أيضا بدعم من العمليات الشرائية من جانب صغار المتعاملين، ليصل إلى مستوى 858 نقطة وبنسبة صعود بلغت 61%. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر إي جي إكس 100 ارتفع أيضا بنسبة بلغت 60%، ليصل بختام التعاملات إلى مستوى 2047 نقطة عند ختام تعاملات اليوم. ومن أداء المؤشرات اليوم إلى فئات وجنسيات المتعاملين، فالبداية مع المتعاملين المصريين، نسبة الاستحواذ لديهم وصلت إلى مستوى 61.77%، وبصافي بيع تجاوز 153 مليون جنيه. أما بالنسبة للمتعاملين العرب، فقد سيطرت العمليات البيعية على أداء المتعاملين العرب بنسبة استحواذ وصلت إلى 14.4%، وبصافي شراء تجاوز 82 مليون جنيه. أما بالنسبة للمتعاملين الأجانب، فنسبة الاستحواذ بختام التعاملات وصلت إلى 24.18%، وبصافي شراء تجاوز 71 مليون جنيه. أما بالنسبة لتعاملات الأفراد والمؤسسات، فقد سيطرت العمليات البيعية على أداء الأفراد اليوم من خلال نسبة استحواذ وصلت إلى 54.21% في مقابل اتجاه المؤسسات نحو الشراء بنسبة استحواذ وصلت إلى 45.78%. أما بعد ذلك بالنسبة لأداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فالبداية مع الأسهم الأكثر ارتفاعا، ففي المرتبة الأولى جاء سهم بنك البركة مصر بنسبة صعود وصلت إلى 8.85%، وفي المرتبة الثانية جاء سهم الوطنية للإسكان بنسبة صعود وصلت إلى 8.15%، وتلاه في المرتبة الثالثة سهم الأهرام للطباعة بنسبة صعود وصلت إلى 7.3%، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم المصرية للدواجن بنسبة صعود بلغت 6.30%، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بنسبة صعود بلغت 6.5%. أما بعد ذلك بالنسبة للقائمة الثانية وهي الخاصة بالأسهم الأكثر انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة تراجع بلغت 7.56%، وفي المرتبة الثانية جاء سهم ابن سينا فارما بنسبة تراجع بلغت 4.88%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم MM جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة تراجع بلغت 4.83%، وفي المرتبة الرابعة جاء سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 3.25%، وجاء في المرتبة الخامسة مستشفى النزهة الدولي بنسبة تراجع بلغت 3.16%. أما بعد ذلك بالنسبة لأداء القطاعات اليوم، فمعظم القطاعات استقرت داخل المنطقة الخضراء تأثرا باستقرار جميع المؤشرات اليوم وحالة الصعود التي سيطرت واستمرت للجلسة الثالثة على التوالي منذ مطلع تعاملات هذا الأسبوع وحتى تعاملات منتصف هذا الأسبوع اليوم. ولكن إذا تحدثنا عن القطاعات الأكثر نشاطا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء قطاع البنوك بقيم تداول تجاوزت 207 ملايين جنيه، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بقيم تداول تجاوزت 144 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع العقارات بقيم تداول تجاوزت 144 مليون جنيه، وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الرعاية الصحية وأدوية بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 94 مليون جنيه. نعم. وتلاه بعد ذلك قطاع الاتصالات بقيم تداول تجاوزت 76 مليون. نعم. جنيه. وفي المرتبة السابعة جاء قطاع المنتجات منزلية وشخصية بقيم تداول تجاوزت 63 مليون جنيه.
أخيرا إذا تحدثنا عن مكاسب الأسهم المقيدة، بفعل اتجاه جميع المؤشرات اليوم إلى المنطقة الخضراء، فقد ربحت الأسهم قرابة المليارين و767 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأس مال البورصة السوقية بختام التعاملات إلى 879 مليارا و182 مليون جنيه. الزميل مينا بشرى كنت معنا، وقراءة مفصلة حول أداء الأسهم اليوم وأيضا التعاملات الخاصة بالمستثمرين وأداء القطاعات. نشكر لك كل هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا، من البورصة المصرية إلى أسواق المال العربية التي تراجعت جميع مؤشرات أسواقها بنهاية تعاملات اليوم باستثناء بورصة البحرين. نتابع. نظمت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، نظمت لقاء موسع لمناقشة آلية التنمية، وذلك بحضور رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات ميرفت سلطان وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين. نتابع. نحو استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، نظمت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاء موسعا لمناقشة آلية تنمية الصادرات. النهاردة جمعية رجال الأعمال ولجنة البنوك والبورصات في الجمعية عاملين اجتماع مع بنك تنمية الصادرات، ممثل في رئيس مجلس إدارة البنك ومجموعة متميزة من المديرين اللي موجودين في البنك، لمناقشة الفرص اللي موجودة في بنك تنمية الصادرات لمساندة القطاع الانتاجي في مصر، صناعي وزراعي، وخصوصا القطاع الانتاجي الموجه للتصدير. بنك شغال مع هذا القطاع عن قرب، ومصدرين كتير بالفعل عملاء عندنا، واحنا بنشتغل على الارض سواء من ناحية العمليات، مراجعة مستندات، تحصيل المستندات، تقديم تسهيلات سواء قصيرة الاجل متوسطة او طويلة الاجل لخدمة هذا القطاع والقائم او اللي يتوسع او مشروع كبير هيتعمل يخدم الصادرات أو حتى إحلال الواردات. إعداد خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية وكيفية دعم المصدرين الحاليين كان موضوع نقاش هذا اللقاء، الذي استعرض آليات تحقيق ذلك مع التعريف بدور البنك المصري لتنمية الصادرات بهذا المجال. احنا النهاردة بنتكلم على التصدير، والتصدير من اهم الحاجات اللي الدولة بتصبو اليها انها تحققها خلال المرحلة اللي جاية، وكان الهدف الأساسي من الأهداف الاقتصادية هو زيادة التصدير. وأعتقد أن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 أدى إلى زيادة كبيرة في التصدير من 2016 إلى 2017 بحوالي 30%. تعزيز سمعة مصر التصديرية وفتح أسواق جديدة بالخارج هدف تسعى الدولة بالتعاون مع رجال الأعمال المصريين لتحقيقه، ليتمكن المنتج المصري من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية ولتعزيز الاقتصاد الوطني. ميرنا عادل، أون لايف. مشاهدينا، هذه هي النافذة الاقتصادية من أون لايف، لا تزال مستمرة، تلتقون فيها بعد هذا الفاصل القصير. مصر للطيران تؤكد عودة الرحلات من موسكو بثلاث رحلات أسبوعية. خمسمائة مليار جنيه حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية بنهاية 2017. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه النافذة الاقتصادية.
أعلنت وزارة المالية عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية بداية من الأسبوع المقبل. قالت الوزارة إن هذا الإجراء يعد تطورا غير مسبوق في منظومة الضرائب، مما يسهم في دعم جهود الحكومة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية. يأتي ذلك بعد انتهاء مصلحة الضرائب من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم أو تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين. كما تستعد مصلحة الضرائب لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين على الموقع الإلكتروني قريبا. مشاهدينا، وللتعرف على المزيد بشان ابعاد تفعيل عملية الإقرار الضريبي لتصبح متاحة عبر شبكة الإنترنت، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى حفني رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية. أستاذ مصطفى، بعد التحية، كيف يمكن التعويل على تفعيل هذه الخدمة في تعجيل الدورة المستندية لجميع الإقرارات الضريبية؟ أهلا وسهلا يا فندم بسيادتك وبالسادة المشاهدين. والله يعني مصلحة الضرائب حريصة من سيادة معالي وزير المالية وسيادة النائب ان احنا نسهل الاجراءات على الناس، بحيث ان بدل الممول ما كان بيجي لي ويجي يقدم الاقرار الورق، النهاردة انا بوفر له الخدمة من مكتبه او من بيته، او حتى لو مسافر في الخارج يقدر يقدم الاقرار الضريبي بتاعه في المواعيد المقررة. وده هيبسط ان البيانات اللي الممول هيقدمها في نفس التوقيت هتبقى عندي على قاعدة البيانات. نعم أستاذ مصطفى، نعم، بالنسبة إلى حجم الإقبال الحالي من الممولين، ما هو هذا الحجم وما هو المأمول بعد استحداث هذه الخدمة وتفعيلها؟ يعني هي الخدمة لسه جديدة، فطبعا احنا بنعمل دعاية على كبار الممولين وعلى مكاتب المحاسبة المسؤولة عن الخدمة دهيت، بحيث ان دي تبقى باكورة للسنة الجاية بإذن الله، ان ما بقاش في اي اوراق بتتقدم، وبنأمل بإذن الله أن يبقى النسبة تبقى كويسة بإذن الله السنة. يعني تتوقع أن يكون هناك انعكاس إيجابي على زيادة الحصيلة الضريبية مستقبلا بتفعيل هذه الخدمة؟ طبعا يا فندم، لسبب واحد، لأن بمجرد أن الإقرارات ما هتتقدم أونلاين بقت على قاعدة البيانات في نفس التوقيت، بقت بالنسبة لمتخذ القرار جوه المصلحة يقدر يتخذ القرار. نعم. ويقدر بدل ما كنا بنتأخر في الفحص سنوات طويلة، لا ده أنا ممكن أفحص في نفس التوقيت اللي تقدم فيه الإقرار وأقدر أعمل الخطة بتاعتي، وده هينعكس على الحصيلة الضريبية بعد كده. عظيم أستاذ مصطفى. هذه أحد الخدمات التي سوف يتم تفعيلها في المستقبل المنظور. أيضا هناك العديد من الخدمات التي من المنتظر أن يتم أيضا الاتجاه إلى تفعيلها. أطلعنا على أبرز هذه الخدمات التي سوف يتم تفعيلها على شبكة المعلومات. يعني الخدمات دلوقتي احنا بدأنا بالإقرارات الضريبية، بعد كده هنحط نماذج 41 اللي هي التحصيل تحت حساب الضريبة، بعد كده هتبقى الإقرارات الخاصة بكسب العمل، بعد كده هتبقى الممول لو عاوز يعرف موقفه الضريبي ايه، عاوز يعرف اي بيانات متعلقة به، بيقدر بدل ما بيجي للمصلحة ويكلف نفسه مشقة الذهاب للمأمورية المختصة. لا، بيقدر يحصل على الخدمة بتاعته، بالإضافة اللي احنا عم نضيف برضه خدمة ان الممول لو عاوز يفتح ملف ممكن من خلال مكتبه او من بيته يقدر يبدا الاجراءات ويعرف ايه الاوراق المطلوبه. واعتقد ان ده هيوفر كتير على المول وييسر التعامل مع مصلحه الضرائب المصريه. هل هناك جدول زمني يا استاذ مصطفى للانتهاء من كافه هذه الخدمات وطرحها للممولين؟ بامر الله، يمكن على الموسم الاقرارات القادم باذن الله هتبقى الخدمات كلها مكتمله باذن الله على الشبكه. هذا فيما لا وصل بتعديل او التطوير الذي تشهده المصلحه، فيما لا وصل بمحور الممول، فيما لا وصل بمحور الخاص بمأمور الضرائب، هل هناك اي خطط في القريب لتطوير هذا المحور، لتطوير المنظومه بشكل كامل؟ طبعا، لان هو كان البديل اللي موجود في الوقت الحالي، وهو ان الراجل الممول بيقدم لنا ورق النهارده، انا لما باخد الورق ده اجمعه وابدا ادخل بياناته على الكمبيوتر وابدا يعني بيبقى فيه دربكه في الورق، فالنهارده لا، انا بوفر له كل حاجه بمجرد الراجل ما بيدوس على الزرار يبعت الاقرار، بقت على قاعده البيانات عنده، يقدر ييسر له هو حتى العمل بتاعه والشغل بتاعه،
في المأمورية، زائد ان في موسم الاقراض بتبقى المأمورات زحمه جدا. نعم. استاذ مصطفى حفني رئيس قطاع المعلومات بمصلحه الضرائب المصريه، نشكر لك كل هذه التفاصيل. اذا مشاهدينا ننتقل الان الى بروكسل لمتابعه المؤتمر الصحفي لرئيس هيئه التفاوض التابعه للمعارضه السوريه نصر الحريري حول التطورات في الوطن الشرقيه. نتابع الازمه وسيزيد كل اللاجئين، وسوف يستمر التشدد والتطرف والارهاب في كونه عالميا، وسوف نعاني جميعنا من كل الاشياء التي ثرنا عليها من قبل. هذا هو سبب سؤالنا لكل حلفائنا أن يلتزموا بكل الإجراءات من أجل حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك المساعدات التي تقذف جويا، ونطلب العدل من الجميع والمجهودات الدولية من أجل مساءلة كل المسؤولين من مجرمي الحرب ضد السوريين، ونطلب من كل الشركاء الأوروبيين أن يفكروا معنا في عقوبات جديدة يتم فرضها على النظام وعلى روسيا وإيران وكل من هو مسؤول عن معاناة سوريا. بالموازاة مع ذلك، من المهم جدا أن تكون هناك خطوط حمراء عالمية، ويجب أن يجازى كل من تخطاها واستخدم الأسلحة الكيماوية. سوف يكون هناك حلا جذريا من المجتمع الدولي، وكذا هناك عملية تحولية، وعلينا أن نحمي كل المساعدات التي تتحرك إلى النظام الحاكم المسؤول عن الدمار في سوريا. والآن سأتحدث بالعربية. وانخرطنا في جهود بناءة مع الأمم المتحدة ومع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا، بما يستند لتطبيق الكامل للقرار 2254 بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية. وراقبتم وترون الآن من هو العائق الرئيسي أمام هذه العملية. واليوم هناك تصعيد خطير في الغوطة الشرقية وفي إدلب. الغوطة المحاصرة منذ حوالي أكثر من 6 سنوات، منع عنها الطعام والشراب، ومنع عنها الدواء، وتم تدبير البنى التحتية فيها، وتعرضت لحملات عسكرية مستمرة هدفها كسر إرادة الشعب السوري وإجبار الناس على المصالحة باستخدام حصار التجويع حتى الركوع. والآن تبدأ قوات النظام مدعومة بقوات إيرانية ميليشيوية طائفية وبقوات روسية تؤمن الغطاء الجوي، وباستخدام كل أنواع الأسلحة، الأسلحة الجوية، طائرات حربية ومروحيات تلقي بالبراميل المتفجرة، المدافع والقذائف والدبابات، صواريخ جراد، صواريخ فيل، وأسلحة متنوعة اعترفت بها روسيا البارحة أنها زودت النظام السوري بها لمساعدته على هذه الحملة العسكرية. وهذا الاستهداف يستهدف المدنيين، رأينا ورأيتم بأم أعيننا استهداف النساء والأطفال في المناطق المأهولة للسكان. البارحة أكثر من 170 صاروخ جراد، أكثر من 25 برميل متفجر، عدد كبير من صواريخ الفيل التي تحمل 250 كيلوغرام من المتفجرات تم تجريها باتجاه الأبرياء المدنيين المحاصرين في الغوطة، وكانت الحصيلة أكثر من 103 شهداء، قسم كبير منهم من الأطفال ومن النساء الأبرياء. هذا فضلاً عن استخدام الأسلحة الكيماوية. استخدم النظام حتى بعد مجزرة آب 2013 استخدم، وبعد توقيع اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وبعد صدور القرار 2118 والذي يحتوي في المادة 21 على محاسبة النظام تحت الفصل السابع في حال لم يلتزم، بالرغم من ذلك كله استخدم النظام الغازات السامة مرات ومرات. استخدم الكلورين، غاز الكلورين، عدة مرات، واستخدم غاز السارين في الغوطة، فضلا عن استخدام كذلك غاز السارين في خان شيخون عام 2017. واستمرار صمت المجتمع الدولي يمثل أو يكون بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح للنظام ولحلفائه الإيرانيين والروس بارتكاب هذا الكم الكبير من الجرائم الوحشية البشعة في تحدي صارخ للقانون الدولي، حيث أن ما يحدث في الغوطة هو جريمة حرب مسؤول عنها النظام، ومسؤول عنها إيران، ومسؤول عنها روسيا. وهذه المنطقة التي تم شملها باتفاقيات خفض التصعيد السنة الماضية في شهر أيار، هي اليوم تمثل
يعني بشكل واضح مثال لمناطق التصعيد الشديد المستمر ضد المدنيين. لم نترك وسيلة إلا واتبعناها من أجل تجنيب الغوطة هذا المصير يعني المؤسف للأسف الشديد استهداف المدنيين، وللأسف أن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن دائما. ولا تزال تواصلاتنا مستمرة من أجل إيجاد الأرضية المشتركة التي تساعد على وقف الحملة العسكرية مع يعني هذا النظام المجرم ومع حلفائه. لدينا من بروكسل مشاهدينا أن كنا نتابع هذا المؤتمر الصحفي للسيد نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، متحدثا عن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، أيضا مطالبا المجتمع الدولي بتوقيع العقوبات على المتورطين في المأساة السورية، متهما روسيا بما أسماه بالاعتراف بتزويد النظام السوري بأسلحة يتم اتخاذها واستخدامها ضد المدنيين على حد تعبيره. عودة مشاهدينا مرة أخرى إلى هذه النافذات الاقتصادية، حيث قال وزير الكهرباء محمد شاكر أن مصر تتطلع لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي كافة. وأضاف شاكر أن الوزارة تعمل على حل مشكلة شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية للمشتركين كافة عبر التحكم الذاتي لمنظومة شبكتي النقل والتوزيع. جاء ذلك خلال استقبال محمد شاكر وزيرة التجارة والشؤون الأوروبية بالسويد آن ليند وسفير السويد بالقاهرة يان تيلفا، وبالإضافة إلى عدد من ممثلي شركة ABP. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة باعتبارها مصدرا من مصادر بدائل الطاقة وتحسين الكفاءة. كشف رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أشرف الجزائري عن حجم استثمارات القطاع بنهاية العام الماضي والتي بلغت 500 مليار جنيه، متوقعا أن يحقق القطاع معدلات نمو تتراوح ما بين 8% إلى 10% خلال العام الحالي. وقال رئيس الغرفة أن القطاع يعمل به أكثر من مليون عامل، مشيدا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا من تشريعات وقوانين أثرت إيجابيا على القطاع الصناعي. وأشار إلى أنه من أهم تلك القوانين إصدار قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء، وهو ما ساعد على جذب العديد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. أصدرت شركة مصر للطيران بيانا بشأن استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو. وقالت الشركة في بيان لها إنها في انتظار إنهاء بعض الإجراءات الخاصة باستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، لافتة إلى أنه سيتم وضع رحلات بين البلدين على أنظمة الحجز لبداية التشغيل الفوري. ولفتت الشركة إلى أن التشغيل سيبدأ بثلاث رحلات أسبوعية. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في يناير الماضي مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية للقاهرة بعد توقف دام سنتين. تبدأ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الأسبوع القادم تبدأ سلسلة من لقاءات مع ممثلي جمعيات المستثمرين بكل من البحر الأحمر وجنوب سيناء بهدف التعرف على المعوقات التي تعترض انطلاق السياحة المصرية وعودتها إلى مكانتها الطبيعية. وتهدف اللقاءات لوضع حلول ومقترحات للنهوض بالسياحة المصرية، خاصة وأنها تأتي قبل أيام من المشاركة المصرية المرتقبة في بورصة برلين الدولية أوائل مارس المقبل، والتي تمثل قمة العالم السياحية باعتبارها البورصة الأولى عالميا في أعداد المشاركين من صناع القرار السياحي في أكثر من 180 دولة تتنافس في عرض منتجها السياحي في برلين بأحدث الوسائل التكنولوجية للحصول على النصيب الأكبر من حركة السياحة الدولية. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا دكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء. دكتور عاطف أهلا بك، أرحب بك على شاشتي أولايف. ما أهم ما سوف يتم مناقشته خلال الاجتماعات المقررة لوزيرة السياحة معكم الأسبوع المقبل؟
بإذن الله. طبعا احنا منتظرين معالي الوزيرة، بنتكلم معاها في ملفات كتير قوي وفي تحديات يمكن الفترة اللي جاية يمكن معالي الوزيرة وعدت ان هي هتحلها، لان في ملفات في السياحة مرتبطة مع بعض الوزارات ومع البنك المركزي. اول التحديات هو تفعيل مبادرة البنك المركزي اللي كان وعد بيها السيد الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهي ان هي كان في اترصد 5 مليار جنيه لمساندة القطاع وإقالته من عصرته، بحيث ان يعمل في الفنادق بعد 7 سنين، فنادق والقرى السياحية والمراكب والنقل السياحي بعد 7 سنين عجاف، طبعا محتاج نوع من التجديد والإحلال والتطوير. وده طبعا معالي الوزيرة هنناقش معاها تفعيل المبادرة دي، لأن المبادرة دي يمكن كانت من السنة اللي فاتت ولم تفعل حتى الآن، فالوزيرة يعني هتناقش دي أهم الملفات اللي ممكن محطوطة في جدول الأعمال. نعم. إلى جانب تفعيل مبادرة البنك المركزي، أهم شيء النهاردة في ملف التدريب. ملف التدريب زي ما حضرتك عارف إن فيه برضو الفترة اللي فاتت حصل تسريب كبير جدا للعمالة المدربة اللي احنا قعدنا سنين ندرب فيها، وكان عمالة رائعة في القرى السياحية والمنتجعات ومناطقنا السياحية، ودي العمالة دي للأسف إن هي جزء كبير جدا منها تسرب وراح اشتغل ده بسبب الظروف المحيطة يا دكتور. طيب خلينا أسأل حضرتك، حضرتك كلمت هنا عن مبادرة البنك المركزي، هل لو تم إقرار وتفعيل هذه المبادرة بعد الاجتماع مع معالي الوزيرة، هل تعتقد أن كل مشاكل السياحة في مصر سوف يتم حلها، أم أن هذا يعني فقط مرحلة أو خطوة على طريق الحل الكامل لمشكلة السياحة في مصر؟ يعني حضرتك هي رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة، خلينا في عدة خطوات اللي أعتقد أن احنا لو فعلناها زي ملف الإحلال والتجديد ده بالذات الفنادق والقرى السياحية، لما هيحصل نوع من التطوير والإجادة والإحلال والفنادق تبتدي تجدد حالها وتقف تاخد دفعة أو دفعة أكسجين عشان تقدر تتحرك، أعتقد أن الفنادق والسياحة هتشتغل بشكل أفضل. الأسعار النهاردة للفنادق والمراكب والدنيا بتحرق الأسعار، بتحط الأسعار نتيجة لتدني الخدمات برضو اللي بقى يعني نوعية الخدمة ونوعية الفنادق محتاجة شغل كتير. نعم. فالنهاردة التور أوبريتور أو الوكيل السياحي الأوروبي أو الأجنبي أو الأوكراني أو كذا بيبتدي يضغط عليك في الأسعار، وبالتالي أنت كمستثمر أو كصاحب فندق بتبتدي ترضخ لتدني الأسعار. فلكن مع التجديد والتطوير أعتقد أن الفنادق تضع خطة للأسعار، لأن في نوع من حل الأسعار دلوقتي برضو هنناقشه مع معالي الوزيرة، إن حل الأسعار فيه أسعار متدنية جدا جدا لا تتناسب وإمكانية ووضع مصر سياحيا عالميا. نعم. والمنتجعات السياحية الجميلة والرائعة، يعني أعتقد دكتور بتحسين الخدمات يمكن أن يتم الحديث عن هذه الكلفة أو الأسعار المتدنية. على أي حال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء كنت معنا عبر شاشة يون لايف، أشكر لك كل هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا هذه النشرة مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل القصير. وزير الطاقة الإماراتي يؤكد استمرار أوبك وحلفاؤها في التعاون لما بعد عام 2018. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز تراجع أسعار العقارات في دبي بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% خلال العامين المقبلين، ذلك بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات. تأتي التوقعات بعدما تراجع أسعار العقار في دبي بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% العام الماضي. وأضافت ستاندرد أند بورز أن الإيجارات في أسواق السكن ستظل تحت ضغط، مما سيدفع الفنادق لقبول متوسط أسعار أقل للغرف بهدف الحفاظ على معدلات الإشغال.
أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تصريح لوكالة رويترز اليوم أن أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء فيها سيواصلون التعاون لما بعد 2018 لتفادي أي تخمة نفطية أو نقص في المستقبل. وقال المزروعي إن دور منظمة الأوبك سيقتصر فقط على مراقبة أسواق النفط حتى نهاية العام الجاري. وأضاف المزروعي أن الإمارات ملتزمة بخفض الإنتاج لمستويات أعلى من المطلوب منها، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب أعمال الصيانة والامتثال لاتفاق أوبك. وأشار الوزير الإماراتي إلى أن بلاده والسعودية وروسيا تدعم تمديد التعاون في مجال الطاقة لما بعد عام 2018. وللمزيد مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض دكتور أحمد رمزي المحلل الاقتصادي. دكتور أحمد أهلا بك مجددا على شاشة أون لايف. دكتور أحمد، في البداية إذن الإمارات تؤكد التزامها باتفاق خفض الانتاج مع أوبك وتشير إلى احتمالية استمرار التعاون لما بعد عام 2018. هل يشير ذلك إلى احتمالية الهبوط دون مستوى 50 دولار قد لا يزال قائما خلال العام الحالي؟ نعم، أهلا بحضرتك. بداية هو حقيقة لا يشير لاحتمالية الهبوط من مستوى 50 دولار، لكن هو بيشير أكثر لاستعاد أوبك لمعايير السوق النفطية الجديدة بشكل كلي. فمجرد اتخاذ قرارات متعلقة فقط بالإنتاج دون النظر لمستويات المخزون ومقارنتها بشكل دوري بمتوسطة الخمس سنين، كل دوت في حال توازنه هيؤدي في حالة عدم التزام أوبك حتى بشكل كامل بالاتفاقية لعدم تأثيره على المستويات الحقيقية للأسعار. نعم. خصوصا أكثر وإن في توقعات بارتفاع الطلب العالمي في عام 2018، فاحتمالية الهبوط دون مستوى 50 مستبعدة بشكل كبير، لكن احتمالية الارتفاع بعد تأكيد التزام دول أوبك والدول من خارجها بالاتفاقية لغاية عام 2018 هي الأكبر. نعم، يعني دكتور هل هناك متغيرات قد تضعف من احتمالية التراجع؟ الحقيقة علشان نقدر نعرف المتغيرات اللي هتؤدي للتراجع أو عدم تراجع الأسعار محتاجين نبص للسؤال ده من عدة جوانب. أول حاجة مدى التزام دول أوبك والدول من خارج أوبك بالاتفاقية اللي تم تجديدها لغاية عام 2018، وده بيظهر من تصريحات الأمين العام للمنظمة أن الالتزام بلغ نسبته 133%. النقطة الثانية، هل أثمرت الاتفاقية فعلا اتفاقية خفض الإنتاج بعد أن تم تنفيذها المرتين، هل أثمرت فعلا عن ارتفاع الأسعار؟ فعلا أثمرت الاتفاقية عن ارتفاع الأسعار وارتفاعها من أدنى مستوياتها تقريبا في 12 سنة، وكان ده ناتج عن قوة الطلب وتخفيض الإنتاج وارتفاع علاوات المخاطر ومؤخرا تراجع الدولار كمان. نعم. الجانب الثالث، هل ستتراجع الأسعار مستقبلا ولا لا؟ ده الحقيقة يضعنا أمام سيناريوهين. السيناريو الأول ثبات مستويات الأسعار عند مستوى 65 دولار للبرميل في 2018، ويمكن التوقع ده بيدعمه استمرار اتفاقية خفض الإنتاج. نعم. بل لدرجة إن بعض المؤسسات الكبرى زي جولدن مان ساكس طلعت توقعاتها من عدة أيام إن ممكن خام برنت يوصل ل 82 دولار. السيناريو الآخر هو القلق الكبير جدا اللي مسيطر على السوق من تزايد إنتاج الأمريكي خلال الفترة الجاية وتخطي لمستويات مرتفعة. ده طبعا هيؤدي للتأثير على الأسعار بشكل أو بآخر، ويمكن ده ظهر في إن المتوسط توقعات بيدو خبرة تقريبا بتحدد الأسعار عند 62 دولار، يمكن ده أقل من المستويات السيدة خلال الفترة الماضية. يعني دكتور، منتجي أو دول منتجي أوبك أو البترول في هذه الحالة أعتقد أنه سوف يكون هناك اتجاه لتقليص الإنتاج مجددا. الحقيقة أنا لا أعتقد أن الإنتاج ممكن يتم تقليصه بأكبر من المستويات الحالية، لكن ممكن يتم تثبيت الإنتاج في اجتماعهم في يونيو القادم. نعم. تثبيت قصد الإنتاج في اجتماعهم في يونيو القادم أو تقليل نسبة الخفض، فبدل ما هي كانت 1.8 مليون برميل تبقى أقل من كده، علشان يبقى تخارج تدريجي من الاتفاقية ما يبقاش تخارج مرة واحدة، لأنه لو حصل تخارج مرة واحدة ممكن يأثر على السوق، لأني أعتقد أن التوازن في سوق النفط هيتم بشكل تدريجي، مش هنصحى خلال الشهر الجاي نلاقي السوق حصل فيه توازن كبير، لأ،
نعم هيتم التواجد بشكل تدريجي وهيقابلوا اظن من اوبك ودول اللي دخلت في الاتفاقيه من خارج اوبك خروج من الاتفاقيه بشكل تدريجي ايضا. عظيم. دكتور احمد رمزي المحلل الاقتصادي كنت معنا عبر شاشتي اونلايف، نشكر لك كل هذه التفاصيل. دعت وزارة النفط العراقية الشركات الأجنبية والمستثمرين لتقديم العروض في عملية بناء وتشغيل مصفات تكرير جديدة بطاقة قدرها 100,000 برميل يوميا قرب الموصل في محافظة نينوى بشمال البلاد. وأوضحت الوزارة في كراسة الشروط أنها تتضمن نموذجي استثمار، الأول للبناء والتملك والتشغيل والثاني للبناء والتشغيل ونقل الملكية. حددت وزارة النفط العراقية آخر موعد للحصول على كراسة الشروط في الأول من أبريل المقبل على أن تقدم العروض في موعد أقصاه منتصف شهر مايو. صرح محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المهراج لوكالة رويترز بأن النمو الاقتصادي لبلاده قد يتسارع بفضل تعافي أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي. ووجه محافظ المركزي البحريني حكومته بضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة. وأضاف المعراج أن بلاده تدرس العمل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنها مسألة وقت فحسب قبل أن تبدأ البحرين في تطبيقها لزيادة إيرادات الدولة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اقتصاد الولايات المتحدة يبدو جيدا جدا، موضحا أنه جاء أفضل من التوقعات. أضاف ترامب عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الشركات بدأت تتدفق مجددا إلى البلاد على عكس الاتجاه الذي ساد لفترات طويلة من عمليات الابتعاد عن الاستثمار. يأتي ذلك بعد أن أقر الرئيس الأمريكي قانون الإصلاحات الضريبية في ديسمبر الماضي في خطوة ساهمت في خفض الضرائب على الشركات ل 21% بدلا من 35%. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النافذة الاقتصادية، لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما ورد فيها من عناوين. اجتماع الحكومة الأسبوعي يتابع ملف توفير الغطاء التأميني للعمالة الحرة. وزير التجارة والصناعة يستعرض سياسات مصر التجارية أمام منظمة التجارة العالمية. ووزارة الكهرباء تبحث تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة للملتقى.